بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وأمر ويعرف بدلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة، نحو قومي واضربي، ومنه هات وتعالى على الأصح. قوله وأمر هو ما دل على حدث يطلب حصوله أو استمراره في الزمان المستقبل، هذا تعريف فعل الأمر، ما دل على حدث يطلب حصوله. يطلب ماذا يا إخواني؟ حصوله، بمعنى أنه كان غير موجود. طيب، أو استمراره أي أنه موجود ولكن يستمر عليه، أو استمراره في الزمان المستقبل. فمثال ما يطلب حصوله وهو الأكثر قوله تعالى عن لقمان أنه قال لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه كلها أفعال ماذا؟ أفعال أمر. أفعال ماذا يا إخواني؟ أمر. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، أربعة أفعال. ومثال ما يطلب استمراره قوله تعالى لسيد المتقين: يا أيها النبي اتق الله، وقوله تعالى لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الآية، أي استمر على تقواه، هذا في الآية الأولى، واستمروا على إيمانكم بذلك. يا أيها النبي اتق الله، هذا يفيد ماذا؟ يفيد الاستمرار، استمر على تقوى الله سبحانه وتعالى. وليس معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مجردا من التقوى. طيب، وهكذا في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي استمروا ماذا؟ على الإيمان، وهذا يدل على أنهم مؤمنون خلافا لمن قال إنهم كانوا منافقين، خلافا لمن قال إنهم كانوا ماذا؟ منافقين، وأنهم أظهروا الإيمان إظهارا. طيب، فقوله يا أيها الذين آمنوا الظاهر أنهم ماذا؟ مؤمنون صادقون، هذا هو الظاهر من الآية، وليس هناك فيما نعلم ما يخرجه عن هذا الظاهر، ليس هناك دليل أنهم كانوا منافقين حتى يطالبهم بالإيمان الصادق أو الإيمان الصحيح، ولكن معناه ماذا؟ استمروا على الإيمان الذي وصفتم به قبل: يا أيها الذين آمنوا. واضح هذا يا إخواني؟ ويقال للمجتهد ماذا؟ اجتهد، بمعنى استمر في الجد والاجتهاد والمثابرة والتقدم. قال: وقوله ويعرف أي يميز عن المضارع والماضي بهاتين العلامتين معا، نحو قومي واضربي، فإن كل منهما دل على الطلب وقبل ياء المخاطبة. واضح يا إخواني؟ قومي ما هو؟ فعل أمر. كيف عرفنا؟ دل على الطلب وقبل ياء المخاطبة، ياء نعم المؤنث المخاطبة، ياء المخاطبة. قال: فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل الياء فهي إما اسم فعل أمر نحو صح،
ونزالي، أو مصدر نح ضربا زيدا. ما عرف صح؟ اسم فعل أمر. كيف عرفنا؟ دل على الطلب ولم يقبل الياء، ويشترط بفعل الأمر أن يدل على الطلب وأن يقبل الياء. وضربا زيدا كذلك، ضربا ما هو مصدر لفعل محذوف تقديره اضرب، اضرب ضربا، دل على الطلب ولا يقبل الياء، لا يقبل الياء. قال وإن قبلت الياء ولم تدل على الطلب. وإن قبلت الياء ما هي الكلمة؟ وإن قبلت الياء ولم تدل على الطلب فهي فعل مضارع، نحو أنت تقومين، أنت تقومين. ما يعرف تقومين؟ فعل مضارع من الأمثلة الخمسة، أكذا؟ قبل الياء ولم يدل على، ولم يدل على الطلب، ليس هنا عندنا طلب، فهو ليس فعل أمر وإنما فعل مضارع. إذن لابد من اجتماع ماذا يا إخواني؟ العلامتين، لابد من اجتماع العلامتين، الطلب ومعه ماذا؟ معه الياء، أو بدل الياء نون التوكيد. سنت نون التوكيد يدل على الطلب ويقبل إما الياء وإما ماذا؟ وإما نون التوكيد. تقول مثلا اضربي واضربن، طلب مع الياء أو طلب مع نون التوكيد، هذا أو هذا. وقوله قال ولو قال المصنف نحو قم واضرب لكان أولى، لأنه الذي يقبل ياء المخاطبة. هذا مثل كلام الفاكهي الذي تقدم. طيب ماذا قال المصنف؟ نحو قومي واضربي. لو قال نحو قم واضرب لكان أحسن، لأن قم يدل، دل على الطلب ويقبل، ويقبل الياء. وقوله على الأصح أي لدلالتهما على الطلب وقبولهما ياء المخاطبة. ومنه هاتي وتعالى على ماذا يا إخواني؟ على الأصح أي لدلالتهما على الطلب وقبولهما ياء المخاطبة، وهما مبنيان على حذف حرف العلة من آخرهما. فالمحذوف من هاتي الياء كما في ارمي. طيب ارمي وهاتي كلاهما مبني على حذف الياء، والكسرة قبلهما دليل عليها على الياء. ومن تعالى الألف كما في اخشى. تعالى واخشى فعل أمر مبنيا على حذف حرف العلة وهو الألف، نعم، والفتحة قبله قبل الألف دليل عليها. واضح هذا يا إخواني؟ هاتي وتعالى هل هما فعلان أو من أسماء الأفعال؟ فعلان، فعلا أمر. أيش الدليل؟ الدلالة على الطلب وقبولهما ماذا؟ وقبولهما يا المؤنثة المخاطبة. يقال هاتي ويقال ماذا؟ تعالي ولا تعالي؟ بكسر اللام ولا فتحها؟ بفتحها، تعالي. طيب هذا على المشهور، على المشهور في كلام العرب تعالي. يقال للمرأة تعالي ولا يقال تعالي، مثل ما يقال اخشي، اخشي. طيب ولا يقال اخشي، تمام؟ ها نعم، اخشي واسعي. طيب
وقلنا كسر اللام في تعال في فتح اللام في تعالي للمؤنثة لغة جمهور العرب لغة جمهور العرب وكسرها تعالي لغة قليلة لغة قليلة خلافا لمن قال إن العرب لا تكسر اللام بل تكسرها على ماذا؟ على قلة تكسرها على قلة. قال فإن أمرت بهما مؤنثا كان مبنيين على حذف النون نحو هاتي يا هند وتعالي. كيف نقول وتعالي بفتح اللام على الأفصح المشهور بالياء فيهما. وزعم بعضهم أنهما اسماء فعلين للأمر. ما هما؟ هاتي وتعالى. فهاتي بمعنى ناول وتعالى بمعنى أقبل. هذا عند من زعم أنهما اسماء فعلين. طيب ومن هذا الزاعم؟ الزمخشري كما في شذور الذهب. الزمخشري صاحب الكشاف زعم أنهما فعل أمر. ماذا؟ أنهما اسماء فعل أمر. وهذا كما سمعتم ليس بصحيح. ليس بصحيح. إيش الدليل أنه ليس بصحيح؟ الدلالة على الطلب وقبول. ماذا يا إخواني؟ وقبول الياء. ومعنى قبول الياء أنها تقبل الضمائر. والكلمة إذا قبلت الضمائر فمعنى ماذا؟ أنها فعل أمر. أنها فعل هكذا. طيب ما هو الفرق بين الفعل واسم الفعل؟ ما هو الفرق بين الفعل واسم الفعل؟ فروق كثيرة. فروق كثيرة منها أن اسم الفعل لا يقبل علامة الفعل. اسم الفعل لا يقبل علامة الفعل. واضح يا إخواني؟ مثلا صح. صح ما هو؟ اسم فعل. كيف عرفنا؟ ما يقبل علامة الفعل. ما هو علامة فعل الأمر؟ الياء مع الطلب. هنا دل على الطلب ولم يقبل الياء. إذن هذا ليس بفعل أمر وإنما هو اسم فعل. وهكذا مثل ماذا يا إخواني؟ مثل هيهات. هيهات ما هو؟ اسم فعل ماض. اسم فعل ماض. ما هو علامة الفعل الماض؟ تاء التأنيث. فهذا هذه الكلمة لا تقبل تاء التأنيث. لا يقال هيهاتت. لا يقال هيهاتت مثلا. وهكذا. طيب واضح هذا يا إخواني؟ من الذي زعم؟ الزمخشري. ماذا قال؟ قال هاتي اسم فعل بمعنى ناول وتعالى اسم فعل بمعنى أقبل. وهذا ليس بصحيح. هاتي ماذا؟ فعل أمر وهو بمعنى ناول. بمعنى ناول. هاتي كذا. هات المصحف بمعنى ناولني وأعطني. وتعالى بمعنى أقبل. لكنهما فعلان وليس باسمي فعل. قال وأيضا عندنا يا إخواني قول تعالى قل هاتوا برهانكم قبل الواو. وهكذا ماذا؟ قل تعالوا أتلوا. الواو كذلك. هذا يدل على أنهما فعلان. قال واعلم أن آخر هاتي مكسور إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيضم كقوله تعالى قل هاتوا برهانكم. وأن آخر تعالى مفتوح دائما. هذا في الأشهر. قلنا ماذا يا إخواني؟ في الأشهر. طيب لأن بعض النحويين حكى ماذا؟ حكى
كسر اللام وأنها لغة قليلة. طيب هذا هو الصحيح. آخر هاتي ما له مكسور إلا مع واو الجماعة، بمعنى إذا أمرت الواحد والاثنين مذكرا ومؤنثا تكسر، تقول هاتي يا زيد وهاتي يا هند وهاتيا يا زيدان، طيب وهاتيا يا هندان مثلا، إلا مع واو الجماعة فتقول هاتوا بضم التاء. والنسوة كيف نقول؟ هاتينا، نقول ماذا؟ هاتينا يا هندات، نعم، ما تضم إلا مع واو الجماعة، لا تضم إلا مع واو الجماعة. وآخر تعالى ما له مفتوح دائما، دائما بمعنى ماذا يا إخواني في اللغة المشهورة؟ نحن قلنا دائما تبعا لابن هشام ومن وافقه في أن آخرها ماذا؟ آخر تعال مفتوح دائما. لكن الصحيح ماذا يا إخواني؟ أنه يجوز كسر اللام على كلا. طيب، وبعضهم أيضا حكى ضم اللام مع واو الجماعة، تعالوا. طيب، بعضهم حكى ضم اللام مع واو الجماعة، قليل قليل، وهذا القليل النادر كأنه غير موجود، كأنه ماذا؟ غير موجود. وإلا فالأشهر والأكثر هو ماذا؟ فتح اللام دائما دائما. واضح يا إخواني؟ يعني بعضهم، بعض النحويين ما له ينكر فتح اللام، ينكر فتح اللام، ولحنوا قول من قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي، تعالي كسر ماذا؟ كسر اللام، لحنوا. وماذا؟ والصحيح أنه ليس بلحن، ولكنه على لغة قليلة جدا، على لغة قليلة جدا. والله أعلم. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.